طب نخش بقى على التفاصيل اكتر ونتكلم عن الدوري هذا الموسم. نقدر لو اتكلمنا عن الموسم اللي فات وهذا الموسم، ايه اللي ممكن نتداركه، ايه اللي ممكن يكون لصالحنا هذا الموسم افضل يعلي من نسب ان الاهلي يفوز ان شاء الله باللقب كما هو معتاد؟ يعني هو الدوري، يعني انا بصراحه الدوري مش شايف له ملامح حتى الان. دوري بالتقسيط، دوري مباريات بتنقط كده المباريات، الناس يعني حتى لو تلاحظوا دوري بالتقسيط بعد انتهاء كاس الامم الافريقيه هتلاحظوا ان المباريات يا دوب يعني بتتلعب مش بالحماس الموجود. تتخيلوا ان الاسبوع التاسع ده 12 هدف في 8 مباريات، صعب جدا. 12 هدف 12 مباراه، ده اقل نسبه في نسبه تهديف في ال 12 اسبوع في التسع اسابيع اللي عدوا. مشكله كبيره جدا، الناس لسه ما خدتش على الدوري، ولسه الاهلي ما سخنش، ولسه انديه كتيره جدا ما سخنتش، وفي كراسي موسيقيه شغاله طبعا يعني في المقدمه. لكن الاسبوع التاسع مش مؤشر على اي مين اللي هياخد الدوري مين مش هياخد الدوري، لكن المنافسه هتكون كبيره لان كل الفرق حاطه في حساباتها انها السنه دي يكون الامر مختلف. ليه؟ لانه يعني التدعيمات يعني بصراحه يعني بيراميدز بيدعم باللعيبه على اعلى مستوى، وصفقات وصفقات، والزمالك طبعا ممنوع من الصفقات، لكن في اكيد بس الاهلي عنده برضو شويه اجهادات، عنده بعض الضغوطات. انا بتكلم من الصوره من الخارج، مش بتكلم من التفاصيل اللي جوه بتاعه الماتشات، لان احنا لسه ما نقدرش طبعا نحدد الصوره دلوقتي وبدايتنا كده. هل احنا بنتكلم ده لصالحنا ولا برضو في شويه الحاجات اللي ممكن تؤثر، بعض العوامل اللي ممكن تؤثر؟ الاهلي لو اي فريق في المنطقه، بلاش نقول العالم، تعرض لمثل ما تعرض له النادي الاهلي، ازمه صح. كبيره مليون في المية مستحيل. طيب انا وحضرتك وحضرتك، مين كان يتوقع ان النادي الاهلي ياخد البرونزيه في كاس العالم للانديه الاخيره؟ اغلبنا ما كانش يتوقع، ما كان يتوقع خالص. والحاجه الحلوه ان اللي بداتي خارج التوقعات صح. وانت يعني ما فيش حد كان متخيل ان النادي الاهلي يكسب المونتيري ويصعد للمباراه، وبرضه بالطمع المشروع المعهود من الاهلاويه لقينا نفسنا الله، طب ما هي قريبه اهي، ده احنا كان ممكن نلعب مع تشيلسي مثلا في النهائي. بالظبط، وصلنا لكده من عدم الثقه للثقه المفرطه. طمع في الرياضه او طمع في الكوره مشروع طالما بامكانياتك وقدراتك، وده اللي خلي بالك الاهلي، يعني خلي بالك كاس العالم للانديه رجع النادي الاهلي مره ثانيه الى مش هقول لك الصوره، لا، رجع النادي الاهلي تالي ان النادي الاهلي البطوله الافريقيه اللي بيلعب فيها اللي هي الحاليه مطمع تبقى لقب جديد ولقب الدوري الاهلي ياخده. لا يعني انا شايف ان الاهلي ماشي بشكل جيد خلال الشهر ده تحديدا، وفوزه مره مباراه واثنين وثلاثه الايام اللي جايه مع مباراة افريقيا، لا ممكن يعمل حاجه كبيره للنادي الاهلي السنه.